وياك تاخذ الطياره الا ما كانت فيها ضربات المواصفات، حذاري ثم حذاري ثم حذاري، تكون فيها ضربات المواصفات اللي نقولو في الفيديو خذو، ما كانش فيه ما تخدم. السلام الله عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده. في هذا الفيديو غادي نقترحوا عليكم اربعه ديال الشروط اللي خاصهم يكونوا في الطير اللي غادي نشري، من بعد ما اختاريت النوع في الاساسيات ديال الطائر الفيديو اللي فات ديال الاساسيات. من بعد هذا الفيديو غيكون تتم الفيديو اللي قبل. إذا كنتي اول مره تشوف قناه محبي الطيور يوسف، ما تنساش تشترك معنا في القناه تشجيعا لنا لنستمر في نشر الجديد ان شاء الله. سنتمم في هذه السلسله ان شاء الله طريقه باش تولي محترف في تربيه الطيور، وتكون مولوع، ما تكونش تكون اكثر من هاوي وتكون مولوع الاخوان، هذه الولاعه ماشي هي التربيه. هادشي اللي كان الاخوان في الفيديو، ومن بعد الانترو غادي نشارك معكم اربعه الشروط اللي خاصهم يكونوا في الطير. مجدد بكم الترحاب. الى وصلتي حتى هنا ما تنساش دير ابوني، الى كنتي اول مره تشوف القناه دير جيم، الى كنتي مشترك من قبل، وبارطاجي الاخوان، بارطاج باش ما بارطاجي تتوصل المعلومه، وتنوليو حنا نبارطاجيو في اسرع وقت ممكن. الشرط الاول اللي خاصي توفر في الطير هو الطائر يكون كثير الحركه. غادي نتقاسم معكم كل حاجه بالفيديو ان شاء الله. طائر يكون كثير الحركه بحال هكا، طائر يكون صوته جميل، صوت جيد، صوت مسموع كما تسمعوا دابا في الطويرات، يعني الصوت ديالو ما فيهش ماشي صوت ناقص. الشرط الثالث، الطير ديالو خصو يكون ريش ناصع، ريش نقي، هادشي اللي كان الاخوان، ما يكونش شي حاجه منتوفه من هاد الجي وشي حاجه منتوفه من هاد الجي، هادشي اللي كاين. غادي نبارطاجي معكم صوره ديال الطير زوين وصوره ديال الطير منتوف، هذا ما خصكش تاخذو، هذا خصك تاخذو. الكرش ديالو تكون نقيه، تكون الكرش ديالو نقيه الاخوان. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو ان شاء الله، و حيت حاجه اللي تتبان لك في الكرش ديال الطير هو واحد نقولوا المصارن ديالو تيوليو في اللون ديال بحال غادي الزرقيه، هذاك تنقول ليه حنا مربي الطيور العرق الزرق، العرق الازرق، هذا اذا كان في الطير بلا ما تاخذو. واصلا اذا كان فيه، اذا كان مريض راه تيكون منفوخ ومكبر شويه، منفوخ الريش تينفخ الريش وتيضربو كشكون، يعني تيخشي راسو بحال هكا. هادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو، نتمنى انني نوصل لكم الفكره على طريقتي، انا تنستعمل معكم الاخوان وتنبارطاجي معكم طريقتي الخاصه، ماشي تناخذ معلومات وتنبارطاجيهم معكم، طريقتي الخاصه في تربيه الطيور. بارطاج الاخوان غادي يعاونوني على نشر المعلومه، وغادي نعاونو بزاف ديال الناس اللي خاص باغيين يدخلوا لهاد الدومين هذا.